2 شوشمبر 2011، بينما الشاب جالس بمنزل الأسرة الوالدة ديالو طاحت للأرض إثر تعرضها للنزيف في المخ، فماتت بعد ساعات معدودة. وتقلبات حياة الشاب سليم أم لا من فتى طموح ومتخلق بالأكاديمية الشاب سلوكيات عنيفة، مما جعل مسؤولين أندرلخت اتخذوا قرار طرد الشاب وسالات أماله اللي كانت متعلقة على كرة القدم. لكن الأب ديالو بقى معه وما تخلاش عليه، فنصحه بالتركيز على الدراسة مؤقتا حيت لاحظ انخفاض المردود ديالو بعد ما كان طفل مشاهد وذكي. وبعد عدة أشهر سليم بدأ في تجاوز المحنة، بل أكثر من هذا حول التركيز ديالو للنجاح باش يوصل ويخلي الأم ديالو فخورة به في قبرها. ورجع للنقطة اللي بدأ منها، نادي رويال مونس، لكن هاد المرة أحلام وطموحات كبار باش يحقق أمنية المرحومة اللي تمنى تشوفوا لاعب كرة قدم في مستوى كبير. فكمل الكفاح ديالو بأكاديمية مونس حتى وصل 19 سنة، فبعد ما انتقل المدرب لوران ديمور من نادي مونس لنادي موكرون كمساعد مدرب، أوصف جلب الموهبة المغربية وداكشي اللي كان وقع سليم أول عقد احترافي ليه تحت إشتراك.